يمكن النهارده حابين اغلب اجواءنا معاكم تبقى الاستعداد لمباراه بكره والكلام عن البطوله الافريقيه، لان يا جماعه مفيش حاجه بتسعد جمهور النادي الاهلي قد انتصاراته. الجمهور ده هو شغفه وكل اهتماماته وكل مشاعره متعلقه بال90 دقيقه داخل المباراه. بدايه بطوله افريقيا تستدعي ان احنا نشوف مشاعر اللاعبين شايفين ايه، ولما نبدا بمشاعر اللاعبين وكلامهم عن افريقيا وكلامهم عن المرحله اللي جايه، محتاجين نبدا بلاعب هو جديد على النادي الاهلي، يمكن جديد على النادي الاهلي كلاعب، قديم كمشجع، ولكن كلاعب محتاجين نسمع شايف الفتره الجايه ازاي؟ هل شايف النادي الاهلي من منظور لاعيبه النادي الاهلي ومستوى وحجم التحديات؟ ده اللي هنسمعه في كلام شادي حسين. خارجين من المعسكر دي مستعدين كويس قوي، واول رحله واول بطوله لينا واول ماتش لينا في الموسم الجديد. طبعا كل اللعيبه متعهده ومتفقين ان احنا ان شاء الله باذن الله افريقيا ترجع تاني للنادي. مواجهه الاتحاد طبعا كاول ماتش ليك في بطوله افريقيا ماتش مش سهل خالص، ماتش صعب جدا عليك، بس باذن الله النادي الاهلي طبعا قادر ان هو يكسب في اول مباراه يعني، ونرجع مستريحين ان شاء الله الماتش اللي في القاهره باذن الله. طبعا لا استعدادات كويسه جدا، وانا عارف ان النادي هنا بقى له 3 سنين ما عملتش فتره اعداد، فكانت اللعيبه محتاجه جدا فتره الاعداد دي، فلا استفدنا بيها بشكل كبير جدا. ومع مستر كولر كان طبعا التدريبات كانت شاقه ومتعبه يعني، لكن كنا محتاجين ليها الفتره دي عشان نخش الموسم في كل البطولات نبقى جاهزين. زي ما انت قلت طبعا الماتشات بقت ما بين النادي الاهلي واي فرقه في تونس بتبقى صعبه جدا، في اهتمام طبعا، هم بيبقوا عارفين مكانه وقدر النادي الاهلي ايه، فطبعا بيبقى الاستعداد اقوى من لو بيستعد لاي فرقه ثانيه، وده طبيعي يعني. فلا طبعا ماتش صعب جدا، وباذن الله باذن الله نرجع بالمكسب ان شاء الله. لا لعيبه النادي الاهلي خلاص متعوده على الحضور الجماهيري ومتعوده على الضغط اللي موجود في اي مكان بتروحه يعني، فلا الجماهير طبعا بتمثل بتبقى قوه للفرقه بتاعتها طبعا، بس لا لعيبه الاهلي مستعده وعارفه الضغط ده مر بيه قبل كده كتير. والله هو بص الفضل يرجع للعيبه بصراحه، هم اللي بيحاولوا يدخلوني، هم اللي بيحاولوا يقربوني، وانا كنت عارف اوريدي ناس منهم كتير، فالموضوع الحمد لله يا رب باذن الله يترجم في الملعب الروح الحلوه اللي ما بين اللعيبه دي، وباذن الله تبقى الامور كلها كويسه باذن الله. كان في كلام جماعي وفي كلام فردي، بس الكلام الجماعي طبعا ان احنا اهميه البطوله للنادي، واهميه كل بطوله بنخشها ايه، وبالذات ان هو ده اول ماتش لينا في الموسم الجديد، فازاي نقدر ان احنا نخش بدايه قويه. وبيبقى في كلام فردي طبعا على الجوانب الايجابيه والجوانب السلبيه اللي في اللعيب، فبتبقى محاضرات مهمه جدا لينا يعني. هو تحدي ليا في اول ماتش ليا مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا يبقى بره مصر، تحدي كبير ليا، بس باذن الله ان شاء الله اقدر اكون مستعد، وباذن الله اقدر افرح جماهير الاهلي باذن الله ان شاء الله. بوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله دايما مساندنا ودعمنا في كل بطوله وفي اي مكان، بدعواتكم باذن الله ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحصد كل بطوله ان شاء الله يخشها السنه دي باذن الله. في تفاصيل كده هتلاقيها خاصه بالنادي الاهلي، خاصه باي حد جوه النادي الاهلي، وانت بتشوف شادي حسين بيتكلم ازاي عن دور اللعيبه، ان هي تدخله في الفريق، ان هي تقدمه للفريق، ان هي تكسبه صفات لاعب النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا، وده عهدنا دايما بكباتن النادي الاهلي اللي موجودين بقالهم فتره. طبعا كابتن وليد سليمان غادر الملعب، ولكن موجود كباتن النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي، كابتن عمرو السليه، وغيره من كباتن النادي الاهلي اكيد الكتير يعني عشان ما انساش حد، ولكن ده دور مهم جدا. كمان فكره التحديات، بدايه من نوعيه تدريبات النادي الاهلي اللي انا بشوف إن لما اللاعب يصف إن فترة الاستعداد كانت مختلفة بالنسبة له تماما، تدريباتها كانت شاقة، ده مرحلة النادي الأهلي، ده الانتقال للنادي الأهلي بشكل النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي وتحديات النادي الأهلي، فده اللاعب وصل له. كمان الكلام عن الفترة الجاية وعن فهم سيكولوجية المواجهات أو الدربيات المصرية التونسية، وهي في كرة القدم قصة مختلفة. في أفريقيا الدربيات ما بين نادي الأهلي تحديدا وأندية تونس هي بالنسبة لهم مواجهات مهمة جدا، مواجهات مصرية دايما بيتعاملوا معاها إن أنت بتقابل كبير أفريقيا وكبير القارة، فعشان كده بيكون استعداداتها مختلفة زي ما قال شادي حسين. كمان
احنا هنا اتكلمنا معاكم عن مستر كولر، ودي تفصيله لا تخص شادي بقدر ما هي كمان تخص الفريق. قلنا لكم وجبنا لكم مقاله اتكتبت عن كولر وازاي هذا الرجل يتعامل دايما مع اللاعبين بشكل جماعي ودايما لمحاضرات فرديه مع اللاعبين، ما بيسيبش اللاعب هو مش عارف ليه بيلعب، ليه ما بيلعبش. وعلى فكره في مدربين كده ما بتشتغلش الشغل الفردي حتى في المحاضرات. يا جماعه في فرق ما بين المحاضرات الفنيه والمحاضرات الكلام. لا، كولر كمان دايما من المدربين المعنيين بالكلام مع اللاعبين بشكل فردي مش بس شكل جماعي. فده كان حاصل الفتره اللي فاتت. انت تقييمي ليك، انا منتظر منك ايه؟ انت كلاعب جاي اهدافك في المرحله دي ايه؟ ايه العيوب اللي عندك؟ ايه اللي عايزك تطوره؟ ايه اللي عايزك تشتغل مع نفسك فيه بعيدا عن الفريق؟ كلها حاجات كولر كان بيعملها، وكلها حاجات منتظرين نشوف مردودها ان شاء الله في مباراه الاتحاد المنستيري، بدايه انطلاقه الاهلي في افريقيا، ولا بد ان تكون الانطلاقه كبيره تليق بكبير افريقيا.